تنضم إلينا من العالمين الجديدة موفدة القاهرة الإخبارية إيمان الحويزي. إيمان، نحن بانتظار إذن البيان الختامي لاجتماع العالمين للفصائل الفلسطينية والذي صار مغلقا منذ حوالي الساعتين. هل رشحت لنا أي تفاصيل؟ نعم داليا، بالفعل هذا الاجتماع بدأ منذ ساعتين تقريبا وما زالت الفصائل الفلسطينية والأمناء العامين في هذا الاجتماع في لقاءات ثنائية ولقاءات موسعة برئاسة طبعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذه الاجتماعات يعني حتى الآن ليس لدينا معلومات متى ستنتهي هذه الاجتماعات، ولكن حتى الآن هناك مناقشات جادة ومعمقة حول أبرز الملفات المتعلقة بحالة الانقسام الفلسطيني وكيفية توحيد الصف الفلسطيني والمواقف العالقة بين مختلف الفصائل الفلسطينية. 11 فصيلا كما ذكرنا من قبل يشارك في هذه الاجتماعات بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان قد دعا إليها بعد أحداث التي أعقبت المداهمات التي كانت في مخيم جنين وما حدث وما نتج عنها من تبعات بعد ذلك. من المفترض حسب اللقاءات وحسب التصريحات والمعلومات الواردة إلينا أن هناك حالة من الرغبة والإرادة لدى جميع الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى صيغة مشتركة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا فيما يخص إنهاء القضايا الجدلية والنقاشية ما بين هذه الفصائل. هناك هدف متعلق ببحث التطورات السياسية على مختلف الساحة السياسية الفلسطينية، توحيد الجبهة الفلسطينية في ظل التصاعد ما حدث مؤخرا من جانب إسرائيل، والوصول إلى رؤية مشتركة تقدم وتطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا وأمام المجتمع الدولي. هناك أيضا سبل أخرى متعلقة بالبحث عن حلول إنسانية في قطاع غزة، تفاصيل متعلقة بأيضا الوضع الاقتصادي والوضع الإنساني في القطاع، وتفاصيل أخرى متعلقة بالمواقف والأمور التي تختلف فيها هذه الفصائل المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية والسلاح المقاومة وماهيتها وأشكالها وكيف من الممكن أن تكون أو أن يكون شكلها في المراحل القادمة، وأيضا التوحيد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا ما كان قد دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة وفاق وطنية أيضا يتشارك فيها الجميع، جميع الفصائل الفلسطينية. كما ذكرت منذ قليل أنه 11 فصيلا مشارك باستثناء حركة الجهاد كان لها بعض الشروط قبل هذا الاجتماع ولم تحضر هذه الاجتماعات، ولكن هناك أيضا بوفق المعلومات التي أتت إلينا إذا ما تم الاتفاق على رؤية معينة أو صيغة معينة من السهل إقناع الحركة بها ومن السهل تطبيقها في الفترة القادمة. أيضا هناك أمر متعلق بمسألة المقاومة السلمية وتنسيق هذه المقاومة مع المواقف الدبلوماسية وعرضها على المجتمع الدولي. هذا ما كان يطالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يتم توحيد الصف بالفعل في القضايا الخلافية محل النقاش، وكانت قد اعترضت حركة حماس تحديدا على بعض النقاط المتعلقة بمسألة سلاح المقاومة ومسألة المقاومة الشعبية، ولكن بدا لنا أن هناك رغبة في الوصول إلى صيغة مشتركة في هذا الشأن تحديدا. هناك لقاءات ثنائية تعقد على المستوى الثنائي طبعا، وهناك لقاءات موسعة، بعض الأمور وبعض القضايا المتباينة بين الأطراف المختلفة دقيقة وحساسة للغاية، لذلك من الممكن أن تكون محل نقاش على مستوى ثنائي فقط. ما زلنا حسب متابعتك إيمان، هل لدينا معلومات الآن؟ يعني كنا تابعنا أنه سيكون هناك لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هل تأكدت لديك أي معلومات بشأن إجراء هذا اللقاء أو لا؟ لدينا بالفعل معلومة حول هذا اللقاء داليا، ولكن لم يعقد بعد. الرئيس الفلسطيني حتى الآن في داخل هذه الغرفة المغلقة الخاصة بالاجتماعات، لأنه هو الذي يترأس هذه الاجتماعات، ولكن لدينا بالفعل هذه المعلومة أنه سيعقد لقاء ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. طبعا الرئيس الفلسطيني كان قد وصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين
يومين، وكان هناك أيضا حديث عن العلاقات الثنائية وطبيعة الدور المصري في القضية الفلسطينية، واستضافت مصر بكل تأكيد لهذا الاجتماع. متى سيعقد هذا اللقاء؟ ليس لدينا معلومة حتى الآن، ولكن المؤكد أنه وفق أو بعد هذا الاجتماع أو بعد هذه الاجتماعات التي تتم الآن بين الفصائل الفلسطينية، سيخرج بيان ختامي ومخرجات لهذا الاجتماع. ونعتقد أنه بعد هذا الاجتماع ستبنى عليه كيف سيكون شكل اللقاء ومتى، وأيضا كيف سيكون شكل الصيغة أو الرؤية التي تريد هذه الفصائل المجتمع في العالمين الجديدة الوصول إليها. على كل إن متابعين معك إيمان مخرجات البيان الختامي لهذا الاجتماع، ولو أنه طبعا الفصائل الفلسطينية عودتنا دائما أنه اجتماعاتها تكون مطولة. شكرا جزيلا لك من العالمين الجديدة إيمان الحويزي، موفدة القاهرة الإخبارية.